شكرا جزيلا على تنفيذ الدعوه لمجلة اخبار السيارات. كنا حريصين قبل ما نبدا اخبار السيارات في التطور الجديد او في الانطلاقه الثانيه ليها ان احنا نعمل شكل مختلف جديد لاخبار السيارات قبل ما ندعو حضراتكم. فكانت بالنسبه لي اخبار السيارات انطلاقه جديده ومختلفه تماما. اي صحفي لما بيمسك اي اصدار بيبقى عايز ينطلق بيه بشكل مختلف وجديد. المجلات دايما في السيارات بتبقى تبحث عن الصوره وتبحث عن الديزاين والشكل الجديد. ما يهمش القارئ اللي بيشتري المجله ان هو يقرا موضوعات كتير وكلام كتير. يهمه الصوره ويهمه الكلام يبقى قليل جدا، خاصه المواصفات الفنيه انه السعر والحاجات اللي بيبحث عنها. فاحنا قدرنا نعمل ميكس جديد من شباب مختلفين درسوا بره ديزاين جديد مجالات اجنبيه، قدرنا نستعين بيهم وقدرنا نوصل للشكل اللي ياخد الميكس بين المجالات الاجنبيه والمجالات العربيه. وبدانا نطلع شكل مختلف وجديد لاصدار اخبار السياره. احنا في الفتره اللي انا توليت فيها المسؤوليه حاولت اعمل توازن بين الماده التحريريه والماده الاعلاميه. بس يبقى عندنا ماده تحريريه جذابه للقارئ. اولى الندوات بالنسبه لنا كانت الرؤيه المستقبليه لسوق السيارات خلال عام 2013. وده بينطلق من عده محاور. هنتكلم بالبدايه عن الرؤيه لكل واحد من حضراتكم عن رؤيته للسوق في 2013 بعد اللي حصل في 2012 من مشاكل، خاصه ان احنا بنواجه عده اشياء منها انخفاض الجمارك على مراحل، منها ارتفاع سعر الوقود البنزين، منها كمان اختفاء السيارات من السوق المصري، ودي مشكله الناس كلها حاسه بيها. يعني دايما البياع الشاطر اللي بيبيع بنفيت ما بيبيعش فيتشرز. الفرق بين البنفيت والفيتشرز ان انا ببيع لك احتياجاتك اللي انت عايزها. انا ما اقدرش اركب عربيه النهارده بدون تكييف، مش عايز اركب عربيه منافيلا بتاعت زمان، صح؟ انما لو جيت قلت لك تعالى يا احمد انا عندي كلايمت كنترول عشان نفصل لك الزوم بتاع التكييف في الحته الفلانيه، بس دي هتدفع فيها 10,000 جنيه زياده، تقول لي يا عمرو مش محتاج، هعمل بيها ايه؟ طيب انا عندي بانوراميك سان روف، انا ما بدخلش ومش محتاج، يفرق كتير. اذا انت راجل بتشوف النيد اللي انت محتاجه بتاخد عليه. انما لما واحد يقول لي مواصفات خليجي واصل جبت حساسات مطر وعايز باركنج سنسور وراجل كاميرا خلفيه واجيب جان 17 بدل جان 16، طب الدلع هيدفع. الطرق المضادات اللي في الطريق. شوف العربيات بتستهلك قد ايه عفشه من مطب معمول على طريق سعيد. احنا ما بنمشيش على طريق سعيد. لا 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 معلش يا جماعه، لا انا معلش يعني لو حد حسبها مليارات 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 تغطي الدعم وتغطي البنزين وتغطي حاجه. لو تم تنظيم الطرق وعمل محطات رئيسيه في الطرق ما هيبقاش في مشكله كثافه في الطرق في المرور، ما هيبقاش في ان واحد لما بيروح يجيب عربيه من بره يستعملها يستعمل العربيه لمده 10 سنين ما تغيرش مساحه ما تغيرش مقص. احنا كل سنتين كل ثلاث سنين لازم تغير طقم عفشه كامل. البلد بيعاد صياغتها، كل رؤيه بنطرح بيتنظر فيها. المرحله اللي جايه زي ما حضراتكم شايفين في تعديلات وفي تغيرات بتحصل، سواء في الجمارك سواء في الاسعار سواء في سعر العمله سواء في مساحات الاراضي مراكز الصيانه اللي انتوا عايزينها. كل دي مشاكل اعتقد انها بتواجهكم احنا ما نعرفهاش، يعني انتوا ادرى بيها. فاحنا النهارده محور الندوه في الكل الهيد بتاعها المستقبل بتاع صناعه السيارات في مصر، المشاكل والحلول. نعم الاهالي بيبقوا خلينا بقى ده سوق جاهز. كان المطلوب لو انت شايف وجهه نظر ثانيه، لو انت عندك اراء ثانيه بالنسبه يعني انا مش هتكلم طبعا لا في التعليم ولا في الصحه ولا في الشوارع والمطبات ولا في انا هتكلم في حاجه في القطاع بتاعنا الا وهي ان في استيراد السيارات من المفروض ان احنا ادفع ضريبه المبيعات عند بيع السياره وليس عند خروج السياره. بمعنى يعني انا نفسي ان احنا لما بطلع النهارده جات لي شحنه عربيات 100 عربيه تمام، ليه انا بدفع عليها ضريبه المبيعات وبخرج العربيات؟ انا بدفع ضريبه المبيعات وبدفع الجمرك وبدفع ادفعها لما فطور العربيه، ما ممكن العربيه دي تقعد معايا شهرين تقعد ثلاث شهور لغايه لما ببيعها. فانا بطالب اعاده النظر في حته ان انا ضريبه المبيعات ادفعها لما ابيع العربيه. انا طلعت بعتها والزبون اشتراها وطلعت لها الفاتوره بتاعتها،
اورد ضريبه المبيعات للدوله. احنا حلقه الوصل اللي بيننا وبين الناس وبينكم وبين الناس وبين الحكومه برضو. احنا الطرف الرابع اللي هو بيخدم عليكم وبيخدم على المستهلك وبيخدم على الحكومه في نفس الوقت، لان المصلحه مشتركه بين الثلاث جهات. جديده لما تخلوا محلي برضو زي التاكسي مشتركه دي، وهينظم برضو الشوارع وهيقلل برضو الدعم على البنزين. لان البنزين 80 اللي هو بيستخدموه دلوقتي او اللي بيعرف قديمه ممكن يبقى حاجه اه مستقر على 80 بالظبط لما يبقى على جديده ونظيفه. سنه 2009 مصر حققت 225,000 عربيه. دخلنا 2010 مصر عملت 205,000 عربيه. بعدين حصلت الثوره في 2011. البدايه كانت موفقه جدا في شهر يناير. كان نسبة المبيعات يقرب من 17,000 سيارة. دخلنا في شهر فبراير الأحداث اللي حصلت، تم تسليم، وده بعتبره تسليم مش مبيعات، 5,000 سيارة، كان منهم حوالي 1500 سيارة تاكسي. يعني مشروع التاكسي كان ليه باع طويل جدا خلال السنتين اللي فاتوا أو خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا، وكان ليه تأثير مباشر على السيارات المحلية وفي بعض العربيات. بس احنا عايزين نعلم الناس تمشي في الشوارع ازاي، لا مش العربيات لا ده حاجات المفروض الناس في يعني هو النهارده انا بعتبر ان يعني ابني الصغير خلاص ده خلاص شاف المنظر اللي احنا فيه، ما اعتقدش ان هو هيتعلم حاجه جديده خلاص. يعني انا متهيألي ان احنا لازم نهتم حتى بموضوع المرور ده، وازاي السلوك اللي هو الحضاري في المرور يتعلموه في المدارس كمان وهم صغيرين. ازاي النهارده ان انا اقف في اللين بتاعتي، ازاي النهارده لما الاشاره تبقى خضراء خلاص انا همشي حمراء هقف جنب كله، حتى لو مفيش عسكري الرقابه لازم تبقى داخليه. يعني التوجيه هيبقى مهم قوي للناس الفتره اللي جايه، ولا القانون عشان تقدر تغير. وانا حاجه القانون يعني كنت لسه يعني لو هنخش في حته جزء في السياسه والتوفير، احنا لسه بنتكلم النهارده على الدعم. لا النهارده في اللي هو المحور الجديد اللي هو بتاع الان ايه اللي موجود في الطريق بتاع ما بين التجمع الخامس ومدينه نصر، في نفق اتعمل وفي كوبري اتعمل، كل ده عشان يسهل المرور الحركه هناك. يعني اعتقد صرف عليه ملايين كتير قوي، في حين كان ممكن بتكلفه بسيطه جدا اشاره تبقى موجوده ويا كاميرتين هتوفر كل اللي احنا عملناه ده كله من المصاريف. السوق بتاعنا في مصر للاسف حتى من يوم ما ابتديت في 97 فاكره مدير الكوري كان بيقول لي انتوا السوق بتاعكم غريب جدا ان اكسبكت، يعني لما ابتدينا اللي هي نصف الاتجاه زي اللي كانت كان متوقع وقتها تعمل دار برهيب. اللي حصل انه لانوس صحت، يعني احنا مشكله سوقنا انه في كم متغيرات وكم من قوانين. بنصحى الصبح احنا كشركات سيارات بنتفاجئ، بنصحى الصبح نلاقي قانون، وحتى لو الحاجه لسه بتدرس بتتعمل في الصحف وفي بشكل انه قانون اتسن هو لسه فعلا بيدرس. فاحنا مشكلتنا ان احنا في مصر فعلا شركات السيارات تعاني من كم قرارات وكم متغيرات، كل يوم بنصحى بقرارات جديده ومخاوف جديده، غير انه اصلا الناس لسه ما عندهاش الجرأه ان هي تدفع النهارده. ده اسف بالنسبه للشعب المصري، عربيتي ايه اسف ده النهارده بحط حياتي كلها في عربيتي. ف يعني احنا لو بنتكلم النهارده كمواضيع ندرسها، احنا عايزين النهارده نساعد المصانع المنتجه ونساعد الناس المستورده ونساعد الاوتوموتيف عامه ان هم يكملوا صح. عشان موديل معين وقفوا حجم التنميه وحجم البيزنس في البيك اب الدبل كابل، طلع قرار واتلغى وبعدين الورق ولا زال محظور دخول السيارات بصرف النظر انه عايز يعامل العربيات البيك اب الدبل كابل انها ملاكي ومفيش استثناءات. حتى لو التعاقد او الشحن تم ما بعد القرار، فنتيجتها ان في قضايا حاليا على تويوتا وفي بعض شركات اخرى في عربيات واقفه في منطقه حره بعطف الزراعه، مع ان السوق المحلي محتاج البيك اب للتنميه والحكومه محتاجه العربيات البيك اب في السوق الطاقه. طبعا ده من ضمن قرارات الجمارك اللي هي غير مدروسه. انك انت شركه تويوتا دخلنا تحكيم واترفض وحولوه. رفض من مين؟ رفض من الجمارك. ما احنا حضرتك لما بتدخل تحكيم في قاضي فالقاضي رفض البت في الموضوع وقال لك تحول الى جنيف لاتفاقيه الجمارك الدوليه. قاضي متخصص ولا قاضي؟ لا هو متخصص من الدوله. وهو اوريدي عندهم تخطيط اثر قد ايه على الدخل وعلى حجم الشركات اللي بتتعاقد. نتيجتها ان ممكن اسعار السكن ترتفع اسعارها بشكل جامد جدا، واصبح الامتياز موجود مثلا لموديل معين بيتم تصنيعه او تجميعه محلي. وبعدين ما كانش في سابق انذار بمهله
زي ما بيحصل زمان. ابرز المشاكل اللي بيعانيها القطاع والمطلوبه من حكومه الحكومات الحاليه يعني دكتور الأديب النهارده رفع الجمارك عن السيارات الاوروبي مما لدى مجال الشك انه هيأثر مش على الصناعه بس طبعا الصناعه تاثير كبير جدا ولكن هيأثر على بقيه السيارات المستورده من بلاد منشأ غير اوروبي. فانا النهارده لو كان عندي خطه ان انا اشتغل مع جات او منظمه التجاره العالميه طيب ما اكونكلود كل العربيات وابتدي اعمل عليها تخفيضات لكن النهارده لما ابدا اخد منشا معين ابتدي اشتغل عليه ده هيأثر تاثير سلبي جدا على بيت العربيات. طبعا ده بالنسبه للشركات الاوروبيه ممتاز جدا ورغم هذا لو بصينا بقى على الصناعه حتى الشركات الاوروبيه اللي بتصنع هنا عندنا في مصر واحنا عندنا مصنعين من اكبر مصانع الشركات الاوروبيه في مصر بي ام ومرسيدس النهارده الناس دي هتعمل ايه في 2019؟ الناس دي مش هتشتغل في التصنيع هتجيب العربيات مستورده من بره. انا خسرت النهارده تجميع مش هنقول احنا عندنا صناعه احنا عندنا صناعه تجميع عشان ولكن الصناعه دي النهارده موظفه عماله كبيره جدا في صناعات مغذيه ليها مهمه جدا 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 نحاول نلاقيها. بس في نقطه مهمه جدا بقى ان الحاجات المفاجاه مصارها بيبقى اسوأ من الحاجات اللي واخده حقها في الدراسه بحيث ان احنا كل ما بتاخد فتره توفق اوضاعك على الوضع اللي انت فيه تفاجئ بحاجات مفاجاه تغير لك المنظومه. يعني على الرغم من حته تخفيض الجمارك في سنه 2004 انها عملت انتعاش للسوق بس طبعا ادرت ببعض الناس لان زي ما زملاء قالوا ان انت عشان ترجع تغير طلباتك بتاخد وقت من المصنع. كويس احنا لغينا موضوع خالص مفيش خارج عندي في معرض لاي شروط لان انا متعاقد وانا موزع لوكيل فما اقدرش اجيب الخارج بتاعه اوكي عشان ما يبقاش فيه تضارب وخصوصا من اقتناع من شركتنا بان انا لازم ابيع الوكيل لازم احافظ على الوكيل لان انا احافظ على العميل لان في اكس من العربيات ما يعرفش يعمل صيانه غير بكود معين وطريقه معينه. حته انا كشركه ان انا عندي مشكله بتاثر منها انا الحمد لله ما عنديش مشكله لان انا يمكن انا الشركه الوحيده في مصر اللي معايا الشركه ام شريك معايا في مصر فبنأدي العمل مع بعض دلوقتي شراكه تمت في السنه اللي فاتت فالحمد لله ما عنديش اي مشكله في الام دلوقتي يشعروا معايا في السوق المصري وداخلين معايا بقوه يعني داخلين معايا وشعارين بيدخلوا في السوق وحاسين دلوقتي ان حجم السوق المصري هما بيتوعدوا ده حاجه سوق واعد جدا وشايفين ان هما عايزين عندهم استعداد يعملوا استثمارات عاليه. انا اتمنى ان اللقاء ده يتكرر في من اوقات متقاربه ويبقى يعني احنا في دايره واحده يعني اعتبرونا ترس معاكم بيوصل الدايره نفسها واحنا ان شاء الله باذن الله يعني هنكون عند حسن ظنكم ان احنا نعمل حاجه تشرف قطاع السيارات ونتشرف برضو اخبار اليوم اللي احنا بدأنا بيها واحنا ان شاء الله اخبار اليوم لا تئن عن خدمة قطاع السيارات سواء في اخبار السيارات سواء في الاخبار اخبار اليوم كل اصدارات المؤسسة اخبار اليوم زي ما رئيس مجلس الادارة قال احنا كل اصداراتنا وكل مؤسسة اخبار اليوم سبورت لقطاع السيارات يعني انا بشكركم جدا جدا على حضوركم وان شاء الله لينا لقاءات ان شاء الله هرتبها معكم ان شاء الله.